إذا صدقت وجهة إلى الرحمن أعان العبد عليها في دقتها وفي ما يكتنف قطعها وتجاوزها من تلبيسات ومن تسويلات للنفس الجند الكبير لإبليس ولإبليس وبقية جنده كلها تقطع إذا أحسن الالتجاء إلى هذا الحصن الحصين بوجهتك إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. ولما ودع بعض التلاميذ شيخه مسافرا إلى بلده قال أوصني بوصية، قال يا ولدي أفي بلدكم شيطان؟ قال تعلم يا شيخ أن الشياطين نشأهم الله في الأرض كلها وفي كل مكان، بكل إنسان برين شيطان وشياطين كثيرة وإبليس يجوب الأرض. قال فما تصنع إذا أصابك مس من أحد الشياطين على قرينك أو إبليس أو جنده؟ قال أجاهدهم. سكت الشيخ قليل، قال يا ولدي إذا دعاك صاحب وليمة إلى بيته ونصب الوليمة ودعا الناس فجيت فوجدت على الطريق قريب من داره ومن بيته قال فماذا تصنع؟ نبح عليك. قال آخذ حجرة وأرميه بها. قال أخذت الحجرة ورميته فعاد ينبح عليك. قال آخذ حجرة ثانية وأرميه بها. قال أخذت الثانية ورميته وعاد ينبح عليك. قال أخذ الثالثة ورمي. قال ورابعة وخمسة ويتغدون ويكملوا الغداء ويخرج الناس والبلد جالس على الطريق. ما هذه الطريقة؟ قال فما الطريقة يا شيخ؟ قالوا نادي صاحب البيت، إذا اعترضك الكلب قل أنت الذي دعوتني إلى هذه المأدبة وإذا اعترضني كلبك بعده من طريقي. قال فإذا ناديته أجابك بإشارة منه يبتعد وتدخل بسلام وتدخل مع السابقين مع الأولين قبل ما يكملوا الأشياء عليك. قال وكذلك ربك دعاك إلى قربه وإلى مأدوبته والجنة وعلى الطريق قاعد إبليس هذا وجندهم على الطريق، فأحسن الالتجاء إليه وقل يا صاحب البيت بعد قلبك من الطريق حتى يعيدك. وفي هذا يقول لنا ربكم وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله جل جلاله. ربما مهما عمل الإنسان بعد ذلك للمجاهدة إلا إقامة عبودية منه، لكن الاستناد إلى من إليه المستند. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال. حققنا وأهل الجمع بهذه المعاني العوال ورقنا إلى تلك المراجع التي ربيت إليها الخاصة.